عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. الله، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري والبيهقي ولفظه في إحدى رواياته قال: ما عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الإضحى. هيا بسم الله. هذا الفرس وهذا الميدان، خلاص وصلنا. أين العمل؟ أين العمل الصالح؟ أين قيام الليل؟ أين الكثار من الذكر؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بخصوصه في هذه الأيام. فإذا وفق، لو وفق، وفق الله أحد وواظب حتى على صلاة التسبيح التي هي إجمالي ما فيها في كل 400 من هذا الذكر المبارك الذي هو الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. لو وفق الإنسان وصلى التسبيح قدوه في كل يوم مرة واحدة حتى قدوه بيب 300 من هذا التسبيح في الصلاة، له أجر خاص. قال: نعم، أو أي عمل، أي عمل من الصدقة أو من الأخلاق الحسنة يزيد، أو السلام أو الابتسامة هكذا، أو رحمة الذين أمامه يرحمهم يعينهم يساعدهم، فرصة. الأعمال متضاعفة في هذه الأيام.